أمي، إذا بتريدي اسمحي لي هالمرة لازم أروح على المحكمة. أمي، إذا أنا بروح لهنيك فيني أعطيهم دعم معنوي. بترجعكي أمي، لازم أروح لهنيك. وأنا كمان بدي أروح مع أمي. ماشي، فيكن تعملوا مثل ما بدكن. طيب، لازم كلياتنا نروح على المحكمة مع بعض. طيب، رح نروح كلياتنا، بس تذكري شغلة بريتا، هالمرة ما لازم يصير أي غلطة، وما بدي حدا يوجه لك اتهام. وإذا بيصير هذا الشيء أنا ما رح أتحمل أبداً. وأيضاً سيدي، الأخ الكبير ريشاب حاول إنقاذ أخيه كاران وعرض على موكلة مونيشا مبلغاً قدره 10 ملايين، ظناً منه أنه يستطيع أن يسكتها بالمال. في الحقيقة، الجرائم المرتكبة من هذين الأخين بالفعل جرائم ضد القانون. سيادة القاضي، أنا أطلب من المحكمة عقاب الأخين عقوبة شديدة وبأسرع وقت أيضاً. أعترض يا حضرة القاضي، هذا الكلام كله مجرد اتهامات باطلة، وموكلي الاثنين متهمين وإلى الآن لم يثبت عليهما شيء. لا تقلق أبداً حضرة المحامي المحترم، سوف يتم إثبات التهم عليهما. سيد مالكاني، يمكنك تقديم أدلتك. حضرة القاضي، ريشاب وكاران ينتميان لعائلة محترمة جداً، وهذه الاتهامات مزيفة. ريشاب وكاران لم يرتكبا أي جرم، الاتهامات كلها كاذبة، ومن المؤكد أن هذه الفتاة تكذب. جميعنا سوف نعلم قريباً من يكذب هنا، وسوف أثبت هذا الشيء. حضرة المدعي العام، يفترض أن توضح للمحكمة أسباب الاتهام، ويجب أن تمتلك دليل. حسناً سيدي، سوف أوضح. السيد كاران يكون الابن المدلل لهذه العائلة، ويستطيع أن يفعل ما يريد، لذلك تعرض لموكلتي معتقداً أنه لا يوجد من يستطيع أن يعاقبه. سيدي، موكلتي كانت على وشك أن تقع في مشكلة كبيرة، وهذه الحادثة حدثت خلال حفلة ضخمة في إحدى الفنادق، ورقم الغرفة كان 803، وريشاب لوترا متهم أيضاً، حيث حاول إنقاذ كاران من هذه الورطة، فقام بالاتصال بموكلتي الأنسة موني شاشارما وعرض عليها مبلغاً قدره 10 ملايين مقابل أن تقوم بسحب هذه القضية. فهاتان القضيتان مرتبطتان ببعضهما، ولذلك أنا أطلب منكم تقديمهما بأسرع وقت ممكن للمحكمة. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.